قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بضيافة قصر العلم العامر مأدبة عشاء رسمية تكريما لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زيارته سلطنة عمان. حضر مأدبة العشاء من الجانب العماني عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار قادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة. كما أقامت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بقصر العلم العامر مأدبة عشاء على شرف جلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زيارتها سلطنة عمان. حضر المأدبة عدد من صاحبات المعالي والسعادة وعدد من المكرمات أعضاء مجلس الدولة.